يا مساء الفل عليكم. في عادات كده ما بتتعوضش، وفي عادات لما بنقعد فيها بتتكتب في التاريخ، واللي مالوش كبير نشتري له كبير. وانا بقى كأمير كبير سمير. مساء الفل عليكم، ومساء الفل على دلال وسمير. لسه بقول انه في اعداد كده الواحد بيكتبها في تاريخه، انه قعد مع ناس بجد كان بيحلم انه يقعد معاها في يوم من الايام ويسهر معاها سهره حلوه. وانت طبعا من الناس اللي كنت بتمنى اقعد معاها. ادينا بقى الروشتة بتاعتك اللي تخليك ما شاء الله محافظ على العشره الحلوه اللي بينكم دي. والله عارف ما بنزعلش بعض، او انا ايه يعني عمري ما اتخانق مع دلال او ازعل معاها. هي تتعصب خلاص براحتها عادي. يا راجل إيه؟ يا راجل الايد الشمال ايه؟ لا تقيلة ها؟ الايد الشمال تقيلة شوية؟ لا لا لا، هو احنا الحمد لله دايما متفاهمين، عمرنا فعلا ما اتخانقنا يعني، الحمد لله نمسك الخشب يعني. ما شاء الله ما شاء الله. فهو بني ادم طيب ومن بيت طيب ومتربي وعارف يعني ايه بيت ويعني ايه اسره. وانا شرحه. شوف الكلام ده. نفسي يا دلال. طيب التواضع. لا لا. هي نفسها انت اللي تقول يعني بس. ايوه. ما هو ما بيعرفش يقول الكلام. لا انا ما اعرفش. ما بيعرفش يقول الكلام. بس بلا المسؤوليات الضخمه. والخطب الكبيره دي هي قدها وقدود. لا لا حقيقي. هي حملت اسيه. اللي بعد الاربع سنين اللي جريت وراك فيهم دول. يعني حملت اسيه. انت عرفت. طبعا. طبعا مشهوره القصه بتاعتنا في الوسط الفني كله، كان كل الممثلين الكبار اللي انا اشتغلت معاهم مراهنني. ان انت تتجوزيها؟ ان انا اتجوز استاذ محمود مرسي الله يرحمه، كنت بعمل معاه مسلسل في تونس، وقال لي يا بنتي سيبك منه ما بيتجوزش. استاذ محمود المليجي الله يرحمه. الأستاذ يحيى العالمي المخرج، عبد المنعم مدبولي، الأستاذ عبد المنعم مدبولي، كلهم ده الأساتذة الكبار كلهم. جورج نفسه، جورج اللي هو صاحبه. عشرة عمره وصاحبه. اسأليني أنا، اسأليني أنا. شفت أنا اتبهدلت إزاي؟ بس هو أخف دم في الليصة دي الله يرحمه فريد شوقي حبيب قلبي. الله يرحمه. وكنا بنصور بالذات يا رب ولد. أول فيلم ده الملك ده. أول فيلم أنا اشتغلت. حاجة كبيرة الملك بس قبل طبعا. ما نتكلم في أي حاجة يعني. الله يرحمه. كان راجل جميل. قال إيه يا مش عايز تتجوز ليه؟ قلت له مالك أنت سيبني في حالي. قال لي بيت حلو زي القشطة، مالك إيه بقى؟ تتجوزها بطريقة لذيذة جدا. قلت له خلاص والله عشان خاطرك أنت. يعني هو اتجوزك من فريد شوقي بس. هو يعني فريد لذته ايه؟ كتير كلموه فريد شوقي. عمل اللي عليه وخلاص. ايوه. يعني مش مهم بقى اتجوز ما اتجوزش.
ماما كريمه مختار الله يرحمها اللي ميرفت امين. ميرفت امين ميرفت دي سجلت وراه. مع ان احنا سامعين برضو انه عم سمير كان شقاوي زمان. كنت بتعملي ايه بقى؟ وما زال. ما زال مش شقاوي. مهديجه طش شباب. ده دلوقتي دلوقتي طش دلوقتي طش الشباب. لا ربنا يديله الصحه هو طول عمره. هي هو طول عمره دمه خفيف. هي انا لما يعني جوزتها هي كفئتني احلى مكافاه بالدنيا. جابت لي احلى نجمتين في العالم. ربنا يخليهم. ربنا يخليهم. وانا طاير بيها. ف دنيا وايمي يعني بيكملوا المشوار بقى كده. ما شاء الله ربنا يحميهم. وبيقدموا حاجات حلوه انا اعتقد يعني. طبعا. عملوا تأثير يعني. في الجيل بتاعهم جامد قوي. ربنا يكرمهم. وجوازاتهم كمان يعني. ما شاء الله نجوم كبار يعني مثلا حسن ورامي يعني هي عيله ما شاء الله تفرح يعني يعني كلها نجوم يعني كلها كده زي عيلة جاكسون. جاكسون استني كده متهيألي انتوا الاثنين برضو عيد ميلادكم ورا بعض يومين ورا بعض صح؟ لسه بتجيبوا هدايا لبعض وكده ولا لا احكي لك بقى قصه الهدايا ايوه قولي بقى افتني عليه بقى الهدايا دي بقى اهدي هو اهدي كان بيجيب لي قبل الجواز استنى بقى هقول لك قبل الجواز كان بيجيب لي طب انا هروح مشوار استنى بس استنى يا سمير استنى سيبها بس سيبها عشان بمناسبه ان احنا في برنامج سهرانين وسهرانين سهره حلوه اول مره اسهر في حياتي كان بعد افتتاح مسرحيه اهلا يا دكتور يمكن هو مش فاكر احنا فتحنا اهلا يا دكتور 23/1 1980 ده انت يعني طبعا قروبة في التوالي قبل 23 عملت مصيبه في اليوم ده بص بقى مسقفه قبل 23/1 في 17 يناير اللي هو عيد ميلادي وفي 15 يناير اللي هو عيد ميلاده ففي الفرقه واحنا في البروفات لسه جابوا تورتايه لسمير يوم 15 يناير وانا طبعا كنت لسه جديده ما عبرونيش انا مش فاكره جابوا لي تورتايه يوم 17 ولا لا فانا قلت له ده انا عيد ميلادي معاك يوم 17 بعديك يعني بيومين فراح جايب لي انا لن انسى بلطو شيك جدا ودي كانت اول هديه وانا بقى ايه طالبه جايه من الزقازيق وما عنديش بقى الحاجات اللي بس مش اتجوزته لا لسه ما اتجوزتش عادي ممثله معاه عادي الزملاء بيهادوا بعض ببلطو ابو بلطو كان له زراعة على فكره زراعه برضه انا خريج زراعه الزقازيق وهو خريج زراعه اسكندريه المهم جاب لي البلطو وبعدين بعد افتتاح المسرحيه اهلا يا دكتور خرجنا نسهر الفرقه كلها سمير وجورج بقى وإيفا كل اللي كانوا اللي بيمثلوا في البتاع رحنا نسهر في الأوبرج فدخلت أنا بقى وأنا لابسة البلطو وفرحانة بيه جدا عارف نجيب الريحاني لما هات الطربوش خدوا مني البلطو في الأوبرج أنا البلطو البلطو يعني فعلا زي النجوم زي ما بنتفرج بالظبط في السينما خايفة عليه طبعا خايفة على البلطو لأني فرحانة بيه جدا وخصوصا إنه غالي وشيك ومن سمير وكان ساعتها ابتديتي تحبيه يعني ساعتها قبليها يعني انا في شويه من اول اطفال ايوه بس انت اللي خلاك تجيبي البلطو ما هي برضه غريبه يعني انا مش فاكر جبته ليه يمكن صعبت عليه صعبت عليه بقى الدنيا برد لا اجمل حاجه انسب حاجه والله هو مش فاكر فاكره يا سمير بلطو اسود كده طب موجود لعندك لحد دلوقتي ولا خلاص لا طبعا يا ريت والله يا ريتني احتفظت بيه كان المفروض لا اول عربيه جابتها لما كانت بتسوقها عربية صغيرة يعني الدركسيون كده بتبقى حاضنة الدركسيون خالص يعني بيمسكوه كده لا ده حاضنة خايف لحد ياخد العربية دي كانت عربية ايه أول عربية دي؟ سيات 133 سيات 133 هو علمني حاجة سمير قال لي دايما اشتري عربية جديدة حتى لو ماركة أقل ما تجيبيش مستعمل ابدا فانا بكره المستعمل انا اتذليت على طول من اول ما ابتدي حاجه على الزيرو لما ربنا يفتحها عليا واغيرها اجيب برضو حاجه على الزيرو اكبر شويه انما حكايه مستعمل دي ما اعرفش ابدا انا اتبهدلت في المستعمل ده اول عربيه جبتها
يعني اجرت ميكانيكي ليها مخصوص قاعد لها. والله قاعد لها جاب عربيه ميكانيكي بتاعها. الله يرحمه اسمه معتمد. لسه فاكره برضه؟ فاكره واسمه يعني اسمه لازال في بالي لدرجه بقول اسمه كتير في مسرحيات. اسمه معلق معايا. يعني يوميا عنده. يعني العربية ما بلحقش أركبها. يعني أخذها من عندي يقول لي كده، أروح ريال أقول له كده. ما بتلحقش. ما بتلحقش. لا بس واضح من المشوار ده إن هي اللي كانت دايماً يعني كانت أنا يعني أنا آسف كانت بتجري وراك وبتحبك أربع سنين. لا مش عيب مش عيب. يعني آسف على إيه؟ شكلك مسيطر. لا هو أنا اكتشفت حاجة حتى أنا قلتها قبل كده في برنامج، يعني إن الراجل يعني يخلص نفسه من الست اللي بتطرده، طبعا لازم تكون جميله وحلوه وبتاع، يخلص من ده كله انه يتجوزها. عشان يخلص بس. يتجوزها عشان يقدر يقول لها اقعدي ما تمشيش. انما الاول ما اقدرش اقول لا. لا بس خلي بالك يعني زي ما انت بتقول الستات برضو يعني انا يعني في قصه بحكيها دايما. انا لما قابلت مراتي اول مره قعدت معاها قالت لي انا هتجوزك على فكره اول مره. طيب. نوت. والله يبقى صادقه. قلت لها الست دي صادقه وبرضه قلت لها انسى ما بتجي مش هتجي انا مش هتجوز. في شباب اهو عملوا زي وفي الاخر برضه اتجوزتها. شفت نفس ظروف انا وانت زي بعض. ربنا بيحبها. يعني احنا ماشيين كده وخلاص. بس الحمد لله ربنا كرمني برضه بزوجه. الحمد لله وجابت لي احلى اولاد في الدنيا برضه. الله شفت. فالحمد لله على فكره سلم لنا عليها. الله يسلمك. ست عظيمه جدا. طب نسمع بقى بمناسبة الظروف دي والجري أربع سنين وراك دي، نسمع تحت الشباك. الله يا ريت. يلا بينا. يلا يا سمر.
جمله بنسمعها كتير جدا من ناس، يعني تقول لما بييجوا يشتغلوا او الاب شغال والام شغاله، احنا ربي عيالنا ازاي؟ انتوا ما شاء الله عليكم برضو في نجاح كبير جدا، وفي احلى بنتين طلعوا في الدنيا وبرضو ناجحين، فازاي عرفتوا تعملوا التركيبه دي؟ يعني تركيبه صعبه ان انتوا الاثنين شغالين كان طول الوقت وعرفتوا تربوا البنتين دول احسن تربيه برضو، فازاي كنتوا بتوفقوا الموضوع؟ يعني لو انت عندك شغل وهو عنده شغل بتعملوا ايه؟ لا هو الحقيقه الفضل يرجع لمامتي الله يرحمها. هي اللي كانت قاعده معانا في البيت وهي اللي ربت دنيا وإيمي يعني لغايه ما دخلوا الجامعه تقريبا، ان هي توفت 2009. اشوف بقى من 84 وهي معايا ومعايا في الحضانه والمدرسه، وتقوم الصبح بدري وتشرف على المربيات يعني. ففعلا اللي بلا ام حاله يغم. ففعلا الله يرحمها فعلا هي اللي شالتنا كنا بنسافر والمسرح طول اليوم. انا بستغرب السنين اللي فاتت دي كلها ازاي كنت شغاله مسرح. كانوا لسه ناس بيكلموني على مسرحيه، قلت لهم لا يمكن، ما اقدرش، ما بقاش فيه الطاقه بتاعت المسرح والسهر بالليل صعب. فهي يعني هي اللي شالتنا بصراحه. صح الحاج الله يرحمها يعني. فبثت فيهم نفس الحاجات العادات والتقاليد بتاعتنا والروح القديمة والتربية والأسرة والبيت. ده غير إن إحنا الحمد لله برضو يعني كنا بنساعدها على قد ما بنقدر. لا أكيد طبعا. ولما جم يتجوزوا بقى عملتوا معاهم إيه؟ لا الجواز ده صعب. أنا بصراحة سلمتها هي المسؤولية في الحياة دي. ليه بقى؟ هي هربت بقى. أنت بقى تعرف تتكلم ما شاء الله. هو بيتكلم على الاتفاقات، شوف دماغه راح فين. الاتفاقات هو تعمل ديل حلو معاهم. انا بس اشوف كده بابي ده اوكي العيله وابن ناس اصل اوكي، يدخل يقعد يسلم ويقرا الفاتحه ويقوم يتكل على الله ويخلع يهرب. وده كله ويقول لهم اتفقوا مع دلال. وحما بقى ولا ايه؟ لا ده انا حما جميله جدا والله. اسال رامي واسال حسن. بيحبوني جدا يعني، يمكن بيحبوني اكتر من دنيا وام. انت صاحبتهم اكتر. طبعا حقيقي والله. انا باجي في صفهم دايما، في صف حسن وفي صف رامي على دنيا وام. دايما. ولو واحده فيهم جات لك متخانقه مثلا مع جوزها؟ لا الحمد لله. والله الحمد لله لحد يعني دلوقتي. حاجات خايبه كده خفيفه يعني، حاجات صغيره يعني. حاجات شبابي الحمد لله. مشاكل يعني عاديه ما يتقعدلهاش يعني. مش بتلجأ لك يعني، مش للدرجات دي يعني. لا. وبعدين هو يعني انا معوداهم برضو ان اي خلافات بين الزوج والزوجه مش مفروض يطلع بينهم. لان هي بتيجي تقول للام او للاب، وبعد كده بيصطلحوا ونفضل احنا شايلين الهم. فانا قلت لهم الجمله دي بصراحه، هم الله اعلم بقى هم ماشيين حالهم. وعامل ايه مع الاحفاد الصغننين بقى العسل دول؟ عندنا حفيده واحده. لسه حفيده واحده كايلة. بنت دنيا طبعا. كايلة بنت دنيا. يعني اقول لك عايز ايه؟ الولد. عز الولد. عز الولد ولد الولد. بس لاجل الولد. عز الولد ولد الولد لاجل الولد. بس هي لما جابت بنت بقى حسيت ان تقول اعز البنت بنت البنت. المفروض تبقى كده. دلوقتي كام سنه بقى؟ دلوقتي 4 سنين ونص. بقى ونص. دي راحت المدرسة يعني خلاص. راحت المدرسة تتكلم معاك وتناقشك وحاجات كده. بتقعد تتكلم معاهم؟ يا حكاية يعني. أنا المتعة لما تقعد تكلمني. تعرف كلام الأطفال يجي حرف قبل حرف. وحاجات كده. دي متعة حياتي يعني. أكثر من إن أنا أشيل وهي صغننة كده. أشيل. إنما دلوقتي بقى تفكيرهم بقى. أنت عارف الأطفال الجيل ده دلوقتي يعني خلاص الموبايلات بقى واللابتوب والحاجات دي المشكلة. ما فيش احنا عايزين محو أمية تكنولوجية أنا وسامي. وعملت معاكي زي ما عملتي مع مامتك بقى دنيا؟ أنت اللي بتربي دلوقتي. لا دلوقتي بس دنيا. دنيا دوارة برضه. دنيا أشطر مني بصراحة ما شاء الله عليها. دنيا أشطر يعني. دنيا بتاخدها معاها في شغلها وهي بيبي. كانت تاخدها، كنت ساعات بروح طبعا أروح معاها، انما دنيا مهتمه بيها اكتر ما انا كنت مهتمه بدنيا وام بصراحه. يعني ام جميله ما شاء الله. ما شاء الله ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يحميها. وحماد دنيا برضو. وبعدين حماد دنيا الحقيقه اللي هي مامه رامي ما شاء الله عليها. ست جميله ملاك. دايما تقول لي دنيا، تقول لي حماتي دي
فعلا حماتي ملاك، في فيلم اسمه حماتي ملاك. ايوه طبعا. انا ده منطبق على حماتي. لا ورامي رضوان راجل يعني جميل ومحترم. راجل جميل ربنا يخليهم لبعض. واخته جميله من عيله. فرحكم بيهم يا رب. تعالوا دلوقتي نسمع بقى جمالات شيحه ورق الفل. الله يلا الله. يلا صبر. اكتر حاجه مشهوره بيها وسط الناس او وسط الوسط الفني ان انت صاحبه واجب ومضيافه وما بتسيبيش عزا غير لما تعملي الواجب. فرح لازم تروحي تباركي، عيد ميلاد لازم تروحي تقولي كل سنه طيبين. بتحبي تعملي ده دايما طول الوقت؟ ده واجب ولا فراغ ولا ده يعني؟ لا 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 واجب، عشان انا من الشرقيه. وبابا الله يرحمه معلمني، وماما الله يرحمها معلمنا ان احنا كان دايما يقول لي روحي عزا وما تروحيش فرح. لو انت مش فاضيه قوي للفرح مش مهم، انما العزا لا واجب لازم تروح. وببقى فعلا رايحه من قلبي حقيقي بجد. فبقيت مشهوره في الوسط، انا وسمير مسميني عزا عبد العزيز وعزاء الجداوي. هي وعزاء الجداوي وميرفت امين. وميرفت امين يعني عاملين طقم واحد
يتقلب يبقى عزا ويتقلب يبقى فرح. بلطو بوشين. فلا بحس انه ده واجب حقيقي. بعدين بيبقوا كلهم زملاء لينا واساتذه لينا ويعني لا يعني يعني كان في ناس دايما بتقول انه سمير خفاجي الله يرحمه لما كان بيشتغل كان كل الناس حواليه وبتقرب منه بعد ما تعب وبطل ما حدش بقى يسال عنه بس ناس كتير قالوا ان انت الوحيده اللي كنت بتروحي له طول الوقت تسالي عليه بالظبط لا انا ورجاء الدبلاوي يطلبها كان اما اتاخر عليه يومين ثلاثه كده يطلبني انت فين يا دلال وحشتيني هتجيلي امتى لا حقيقه الله يرحمه كان راجل جميل مع اني عمري ما اشتغلت معاه معقول والله بس بحبه كبني ادم كانسان انا دايما اخاطب الانسان جوه كل واحد يعني مش حكايه ان انا عايز اشتغل معاه ولا عشان منتج ولا بتاع لا يعني يمكن انا ما قربتلوش الا بعد ما عيه بس الله يرحمه متهيألي فرق في المسرح قوي يعني طبعا. وجوده كان المسرح حاجه تاريخ. وبعديها المسرح بقى حاجه تانية لا 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 تاريخ ملك المسرح سمير خفاجي بلا شك تعرف في فيديو كده تعال نبص عليه Πάνω Ανίτα Τι κάνεις Καλά Αλχαμδουλίλα Έλα να χορύψω Έλα Απα Είσαι ψυχή μου Όχι Ανίτα όχι اي كلام طبعا طبعا هم عرضوا الفيديو ده على مترجمين كتير جدا ما فيش ولا واحد عارف طبعا اللغه دي يعني ولا انا مستحيل ولا انت دي كنت بغنيها في الجامعه دي من ايام الجامعه فلما كذا فيلم وكذا بتاع اعرضها على المخرج يقول يلا نعمل لكن ما فيش كلام اصلا ده ولا حاجه كله ده مش كلام يعني ده مش كلام بجد لا اي كلام اللي طالع زيزي يا زوزو روبن سان كروزو الحمد لله انا سمعت الحمد لله في الاول تيكانس تيكانس ده جريجي وانا اسكت بحب الجريجي هو سمير بيتميز انه بيعرف يتكلم بلغات العالم كله ويحسسك ان هو بيتكلم صح مع اني ما فيش بمثلها يمثلها يعني فرنساوي امثل ان انا بتكلم فرنساوي لان هو اصلا مش فرنساوي لا انما نفس زي ايه مثلا السجع بتاع يعني انا ما اوجعش جسمي اون فيفون كيس كابي بيون كيس كي تيكا طبعا سي جي كومبون بو 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 بس ده كله فرنساوي يعني تحس ان هو بيتكلم صح قوي ايوه فاكر كانت في مسرحيه كنت بتقول لحد قاعد معاك مسطول كان ايه فارس وبني خيبان باين اللي هي في صحتك اللي هي بالصيني وبالياباني مش عارفه ايه بالسوداني كانت حلوه قوي برضه حاجات اللي هي مجرد كلمه بس في صحتك يقولها بكذا لغه يعني فيقولها سلامات بكذا لغة. كنت عاملها وانا طالب سلامات في بلاد العالم كلها يعني ازاي كان مشهد جميل قوي بس ازاي بقى مسرحيه لا دي في تالي فارس وبني خيبان يا بابا حاجات الواحد مش يعني تالي فارس وبني خيبان غير فارس دي سكتشات بقى كنت بعملها سكتشات لا يا بابا ده كان مشهد في المسرحيه انت كنت بتمسك الكاس انت وطلعت زكريا او مصطفى رزق الله يرحمه اسمه ايه ده مصطفى رزق مصطفى رزق ممكن لا كان مشهد عالي قوي انت عارف انا ما افتكرش انا في يعني ما تحضر لي مسرحيه اول شهر
تيجي تاني شهر تلاقي حاجات جديدة بتغير كل مرة بحس بملل لازم أزود حتى الاقي اللي معايا يقول لي أنت ما قلتش الحتة دي حلوة أقول له حلوة بس أنا عندي أحلى يعني كل مرة بتطلع الجديد إيه أكتر إيه أكتر فترة أنت بتحبها في شغلك مثلا يعني مثلا أنا كأمير بحب أتفرج مثلا على أفلام بتاعت الفترة بتاعت السبعينات دي يعني طبعا متعة متعة لغاية دلوقتي ساعات أقعد أبص في الأبيض وأسود ده أستمتع بيه بالعبقرة بتوع زمان اللي لا يمكن أفتح القصرين مثلا نورماندي تو الحاجات دي وإسماعيل ياسين برضو لما حضرتك كنت من العبقرة دي يعني الحمد لله يعني أنا عبقرة عبقرتي العبقرة طبعا عبسام نابلسي فيزا عبسام نابلسي طريقتي دي إيه ده مثالي أنت عاصرت صلاح جاهين صح؟ طبعا ده أنا صلاح جاهين لما عملت عمل لي كذا غنوة على فكرة للأطفال في الشريط بتاعي عملتهم لو كان فطوطة طالع كان هيتجنن يعني حابب فطوطة قوي حتى ينزل نكتة مرة كان بيك يعني في الأهرام أظن ولا إيه فعمل ثلاث أهرامات وراح حاطط فطوطة لوحده كده إنه هرم لوحده ما انساهاش يعني فجاف مرة قال لي يعني فطوطة ده ممكن حد يكتب له يعني فكان مؤلف فطوطة أساساً الأستاذ عبد الرحمن شوقي الله يرحمه الشاعر الجميل ده قلت له ما أعتقدش لأن دي شخصيته هو وهو إنما من حبه فيها كان عاوز يكتب حاجة للفطوطة صلاح جاهين ده حكاية تحية بقى صلاح جاهين طبعاً تعالوا نسمع بقى جزء من الليلة الكبيرة إيه رأيك؟ حلوة دي طبعاً يلا يا سمر
ازيك يا سمر؟ الحمد لله تمام. ايه الصوت الحلو ده؟ ميرسي، ربنا يخليك. بس الواحد دايما لما بيجي يبدا كده بيغني مثلا حاجات لعبد الحليم، ام كلثوم، حاجات في المضمون وسهله، رحت انت على الصعب مره واحده ما خفتيش؟ لا طبعا، اولا عبد الحليم وام كلثوم برضه في المكان الصعب، كل الغنى القديم في المكان الصعب. اه طبعا صعب بس مضمونين، يعني الناس هتسمعك هتسمعك طبعا، يعني اغاني مشهوره كلها يعني. وغنيتهم وحبيتهم جدا وبسمعهم على طول، لكن انا اتأثرت بالغنى المصري، حبيته قوي، أثر فيا، كنت بسمعه دايما من وانا صغيرة، بحب اللون ده، حسيت ان انا بيليق عليا، بعرف اغنيه يعني، حتى مأثر في صوتي. ايه اللون ده، اسمه ايه يعني اللون؟ اللون الشعبي المصري القديم. شعبي مصري، مش فولكلور يعني. والفولكلور المصري القديم، الغنى المصري قوي بتاعنا. وهي ما شاء الله بتغني مرتاحة، يعني في ناس لما بيغنوا كده تبقى انت متشعلق، نفسك متشعلق معاهم، لا هي ما شاء الله. خليك سمر سمير. ها ده شرف ليا. شوفي بقى اكتشفتها. شوفي بقى سمر سمير دي جبتيها منين يا سمر؟ بابا بقى معلش. بنتي بس مش من دلال. وانت تقدر؟ لا لا ولا افتح بقي. اه مش عايزين مشاكل يعني. انا قاعد في البرنامج محترم نفسي جدا. عدي القعده والنبي. خالص. أيوه. لما نروح عدي الليله. وناوي تعملي ايه يا سمر بعد كده؟ ان شاء الله بحضر لمشروع مع شركه صوت ميوزك، مع استاذ محمود يوسف. بنحاول نطلع مشروع يقدم الغنى المصري ده، اللون اللي انا بغنيه وبحبه، فان شاء الله ربنا يسهل. وفي اغنيه سنجل قريب باذن الله هتنزل برضو بنفس الستايل اللي انا بغنيه. وغنيت في حفلات قبل كده يعني؟ اه غنيت. يعني بتعملوا حفلات ودي فرقتك وبتشتغلوا على طول مع بعض؟ بنشتغل على طول مع بعض. وغنيت في دار الاوبرا المصريه، وبدايتي اصلا كانت في دار الاوبرا المصريه. ودارسه بقى؟ دارسه ميوزك؟ اه في كليه تربيه موسيقيه. ما شاء الله. طب كويس. سنه رابعه. الاستاذ سمير برضو بيحضر اغاني جديده الفتره اللي جايه؟ طيب يعني انت عارف المشكله يعني زي ما هي بتقول ان الشباب كلهم طالعين حلوين، اصوات تجنن، بس ينقص يعني الشجن، مفيش الشجن بتاع زمان، خف قوي يعني، كلها الاغاني السريعه. عشان كده تلاقي دايما ايه سيد مكاوي قاعد، فريد الأطرش قاعد، طبعا عبد الوهاب عايشين. ها عايشين طبعا، ما بيروحوش. انا من عشاق فريد الأطرش. فريد طب ما تسمعني حاجه لفريد الأطرش كده. مش للدرجه ان انا اغني له يعني. لا انا بقعد لا في كتير يعني. انا يعني عندي في المسرح تلاقي محرم فؤاد بالاغاني، محرم فؤاد، عبد المطلب، شفيق جلال. انا بحب الشعبي قوي بالمناسبه. يا سلام. يعني الشعبيين يعني عندك شيبه الجديده لذيذ جدا. ده جميل. طبعًا. احمد شيبه ده انا بحبه قوي بقى. يعني صوته فيه شجن. مش كده الناس اتجهت له على طول. تسمع له اي حاجه تعيط على طول. تروح مغني على طول. لا وحبيبك بقى عمهم عدويه. لا ده ماله. لا ده المعلم. ده حاجه تانية خالص. ده المعلم الكبير ده بقى. معلم يعني مع احترامي للناس كلها طبعا. بس حاله برضه يعني مش عارف، حاسس ان عمرها ما يعني ما هتتكرر تاني. مش هيتكرر. عبد الحليم غنى له. غنى العدوية. غنى العدوية. غنى له ايه بقى؟ لا غنى له في حفلة كده يعني. خاصة. غنى اغنية العدوية؟ غنى غنوة من اغاني عدوية يعني، بيهزر معاه يعني. فقال له كوبليه من عنده كده. لا وانا سامع كمان انه عبد الحليم الله يرحمه لما كان بيبقى قاعد متسلطن بيحب يسمع عدوية. طبعا. يعني هو كان بيحب عدوية، يقعد يسمع في عدوية. قوي. كان عبد الحليم احمد فؤاد حسن قابلت لما عبد الحليم توفى قال لي يعني مش قبل 70 80 سنة عشان يجي واحد زي عبد الحليم. والله يعني في ناس كده ما فيش حد يجي زيهم الا بعد، وبعدين يفضلوا عايشين. بليغ حمدي، في حد بيعمل مزيكا زي بليغ حمدي؟ طبعا. بليغ حمدي ده ما فيش اغنيه حلوه وتبسطني وتطربني الا ما الاقيها تلحين بليغ حمدي. لازم. والله حقيقي والله. طبعا اغانيه كلها. بعدين كان بيألف بعض الاغاني. لو انت سمر حافظه حاجه للاستاذ سمير؟ طبعا. ايه بقى؟ انستونا. حافظه؟ اه. عارفه انستونا دي سيد مكاوي؟ الله. سيد مكاوي جميل والحانه جميله. هو اللي عامل التتر ده. والله؟ والله. اول مره اعرف المعلومه دي. توزيع سمير حبيب هو اللي عامل التوزيع. انما اللحن سيد مكاوي. طب ما تسمعينا الاغنيه دي. حاضر. يلا.
أنستونا حافظها كلها ولا؟ جزء يعني. جزء منها. قولي وأنا هقول معاكي من هنا. يا سلام بقى. أيوة. بكرة تجونا. سلام بقى وبكرة تجونا. أمال إيه؟ أمال إيه؟ على القناة دي تقابلونا. أمال إيه؟ أمال إيه؟ نفس المعدة تلاقونا. عقاشي لو فطرتونا قبل ما نمشي وحشتونا. كاتب كاتب وحشتونا. أنستونا أمال إيه؟ أنستونا أنستونا أنستونا. الله كيف فاكرها أحسن مني؟ لا طبعاً لا دي حافظاها أكتر على فكرة. طبعاً الأطفال كل الأطفال لا بص بقى الحلاوة كلها الحلاوة كلها في وش الأستاذة ده اللي وهي بتبص لك تحس إن هي عمالة بترجع بالزمن. أيوه صح؟ السنة دي كانت في عز قصة حبنا. ده في الأول خالص ها؟ آه يا سيدي تقلنا لسه ما اتجوزناش. يا معقول خليني أغنيها لي. اللي أعرف كده كنت غنيتها لك مليون مرة. كانت بعيد في الزقازيق وأنا في الصعيد مشوار صعب إنها تسمعني. لا 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 اشتغلت انا وانا جديده خالص بدات في اهلا يا دكتور المسرحيه مع سمير وجورج ربنا يمسيه بالخير. فقعدت 4 سنين وانا مركزه. انت عداله ها شوف مركزه الست لما تحط حد في مش ممكن تجيبك والله ما تعمل ايه عشان صدق بس لا لا هايلة 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 ما شاء الله. وانت بقى كنت بتتفلين عليها طبعا و... ايه قوي 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 بتتفلك عليك يا طبعا ما اعرفش قصدها ايه يعني ما اعرفش عايزه ايه عامل فيها بريء بقى ومش فاهم قد عذبك قد ايه بقى 4 سنين 4 سنين بس انا خلاص بقى انا فلاحه لقيمه اروبا دقوبه هو عذبك 4 سنين وانت مسكتيه دلوقتي ما شاء الله يعني 35 سنه كانت بتسيبني لما اروح اجيب سندوتش بس وارجع اتجوزنا 34 سنه اتجوزنا سنه 84 ما شاء الله لا ما شاء الله يعني انا ما شفتش الست الله اكبر بالقوه دي عارف ازاي مستحمله والله لا لا هي اولا ما شاء الله دلال ممثله هايله طبعا وبنوته وحكايه وام عظيمه يعني انما ما كانش بالي انا اطلاقا الاشهر عازب في الوسط الفني الراجل الساذج اللي مش واخد باله اصلا لا بس 4 سنين مش واخد بالك فعلا ولا عامل مش واخد بالك لا طبعا لا والله ما كنتش واخد بالي 4 سنين بيستعبط لا انا اقول يمكن تعقل وتتكل على الله تزهق تمشي لوحدها انما تمشي لوحدها خلاص حسب عليا يا بابا مفيش حسب عليا رشقة رشقة 4 سنين كل الوسط وكل اصحابي عرفوا بقى خلاص كتير بينصحوني لو شافتني بكلم واحد ايه بقى بتعمل ايه؟ مفيش معرفش ازاي دخلت ازاي ما تعرفش ازاي في النص وانت عايز تقول انت مالك على طول وبعدين اول ما يشتمها اللي انا عيني عليها اقول دي سمير بيعلقها اول ما اجيب سيرتها يقول يا باي دي رخمه دي بايخه تعرف انه عينه منها اعرف ان هي دي بقى اللي ناوي عليه قولي له فؤاد المهندس فؤاد المهندس قال لك ايه فؤاد المهندس قال لي وانا بعمل بقى هلا حبيبتي كنت اتجوزت وخلفت بقى دنيا فقال لي دلال انت جايبه عربيتك ماشيه كام كيلو قلت له 12000 قال لي منهم 10000 بتلفي ورا سمير ده حقيقي والله بس نادر لما تلاقي ست مثابره بالشكل ده اتعذبت معاك بقى لا لا ما شاء الله بس هو يستاهل هو يستاهل بصراحه طبعًا. طبعًا. الواحد يقعد له 20 سنه ويجري وراه يا رب ربنا يخليكم لبعض يا حبيبي يا حبيبي دلوقتي سمر بقى تغني لك اغنيه انت بتحبها قوي بتناديني تاني ليه ايه رايك الله يا ريت والله انا بموت فيها يلا يلا سمر مش فاهم هي بتنادي لها ليه يلا
عاوزة مني ايه؟ ما انت خلاص حبيتي غيري، ما انت خلاص حبيتي غيري، روحي للي حبتي وروحي للي حبتي. وبتناديني تاني ليه؟ انت عاوزة مني ايه؟ اه يا ناري منك يا ناري، خلتيني بعيش بأفكاري. اه يا ناري منك يا ناري، خلتيني بعيش بأفكاري. وشربت البحر ولا طفى ناري، وشربت البحر ولا طفى ناري. عينك في عينه بتلغي، روحي للي حبتي. وبتناديني تاني ليه؟ انتي عاوزة مني ايه؟ طب انسى غدرك والقاسية، ولا قلبي اللي راح ضحية؟ انسى غدرك والقاسية، ولا قلبي اللي راح ضحية؟ ولا الغريب اللي حبتي عليا، ولا الغريب اللي حبتي عليا؟ هنبهدل في بعضينا ليه؟ وجود عم رجب مفيش حاجه اسمها لا مستحيل ولا في حاجه اسمها اصل الظروف، بقى هنعمل ايه؟ احكي لنا بقى حدوتك دي. والله الموضوع ده موضوع كبير قوي. مفيش حاجه بتكبر على ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يكرمك. سامعين انت بتسوق تاكسي برجليك؟ اه، وانا بتصلح وبتستعمل كل حاجه برجليك بفضل ربنا سبحانه وتعالى طبعا. وانا ولدت معاق من الطفوله. كان والدي ووالدتي الله يرحمهم كبار في السن، فأنا كنت بعتمد على نفسي إن أنا أعمل حاجتي بنفسي وكده. إيه نوع الإعاقة يعني؟ الإعاقة شلل في الذراعين، تمليخ أثناء الولادة، فأدى الإعاقة في الذراعين الاتنين. آه. طب احكي لنا عم رجب بقى، أنت إزاي بتتعامل برجلك مكان إيديك؟ فكنت في الفترة دي في المستشفى بتحجز لوحدي وكده، في الفترة عشان أعمل عملية أو علاج طبيعي أو كده، عشان والد والدتي الله يرحمهم كانوا كبار في السن، فكنت بعمل أجهز حاجتي بنفسي، أكلي، هدومي، ألبس نفسي كده. كان والدي ما يجيب لي لعبة كانت تبوظ كنت أنا أفكها وأعملها برجلي. اتعلمت إن أنا أمسك المفك، واتعلمت إن أنا أمسك القلم وأكتب. وبتكتب كمان برجلي؟ بكتب برجلي. كنت في الوقت اللي أنا كنت بتعلم فيه كنت في كتاب حفظت القرآن الكريم، وكان على أيامنا كنا بنكتم بقلم حبر على لوح صاج. فكنت أنا صممت إن والدي يجيب لي اللوح الصاج دوت، وأعمل القلم الحبر وأعمله في الدوايا وأكتب على اللوح الصاج حروف القرآن الكريم. ما شاء الله. وحفظت القرآن الكريم. ففي الفترة دي كان صحابي يعني
يشوفوني اللعب انا كنت بعملها من فوارغ بتاع الاكل وكده، وكان ما حد منهم يبقى معاه ساعه ولا حاجه تبوظ يجيبها لي اعمل له لها بطاريه. بتستخدم كمان ده كنت بتطبع حاجه متهيألي بال لا دي مكوه. دي مكوه بتطبع بيها حاجه ولا بتكوى عادي؟ انا اشتغلت فتره مكواجي. اشتغلت فتره مكواجي ما شاء الله عليك. مكواجي يعني اللي هو مكواجي رجلي. هي مكوه حديد بس يعني. بكتبها بكوى بيها برجلي. وده الساعات. وده ايه بتصلح حاجه هنا؟ محل. وبتعرف تتحكم في ال في فضل الله اشتغلت كويس. في جميع الماركات وعشان انا قاعد في الارياف فطبعا الناس اللي عندها في الارياف مش لابسين ساعات ماركات عاليه، فاشتغلت في المهندسين ومصر الجديده عشان اشتغل في الماركات العاليه الروليكس والاوميجا وال. انت من بلد ايه يا عم؟ قريه ريفيه اسمها كفر حجازي من شيط القناطر امبابا جيزه. ونعم الناس. كمان المواصلات كانت بتتعبني وكده، صممت الدركسيون في العربيه انا وخرات صديقي، عملت له قلت له على الفكره وبقيت واقف معاه وهو شغال، دي تركب هنا ودي تركب هنا، وبفضل الله نجحت ان عملت الدركسيون في العربيه. برافو. ازاي بقى الدركسيون فين بتاعك؟ الدركسيون عامله في الرجل الشمال. هي الدركسيون تحت؟ في الرجل الشمال، نظام دواس حاطط رجل الشمال عليه، ادوس سنه قدام سنه صغيره العجل يحوت شمال، ادوس سنه ارفع رجلي لفوق. والله برافو. العجل يحوت يمين ما شاء الله. بس ليها ترخيص او ليها حاجه كده مش يعني ممنوع ولا هو المرور قال لي ان مفيش بند هنا في مصر ان عربيه تمشي بدون دركسيون ان تتساق بالرجل، يعني لسه ما وردش عليهم حاجه زي كده. وبتعمل ايه؟ زي ما كان مش في الحسبان ان في ساعات هيصلح ساعات برجله بس موضوع العربيه مثلا ما عداش صح؟ يعني ممنوع لحد دلوقتي تمشي بيها ولا بيشوفوك؟ لا انا بمشي يعني بيها. ففي يعني رجال المرور هنا في مصر في يعني في رحمه في انسانيه، دي اللي هي الطباع اللي عند المصريين. بس بتتحرك بيها عادي وبتسافر وتطلع على الطريق؟ وبشتغل بيها في المنطقه الصناعيه في سانت كروز. بتتحرك بيها عادي طول الوقت؟ بتحرك بيها ممكن افضل شغال بالعربيه 12 ساعه. طب ولما رحت تشتغل في المهندسين زي ما انت بتقول بقى في الساعات؟ ما انا عارف صحاب المحلات ما مثلا ولا دي محلاتك انت؟ لا هو انا كنت باجي على محل معمول مكتبه او كده اعرض عليه اقول له هاخد جزء من المحل اعمله ساعات تصليح ساعات. طب هتصلح الساعات؟ بقول له بصلحها برجل اوريه فيفرح فاقول له ده انت هتجيب لي زباين. حتى اما كنت اشتغل كان يجي زبون هيصلح الساعه طبعا بيسيب الساعه وهيجي ياخدها بعد فتره، اما يلاقيني باخدها منه برجلي فيصر ان يشوف الساعه بتاعته تتعمل ازاي. طب واحنا مصرين برضه عايزين نشوف الساعه بتحصل ايه فيها. بس ما شاء الله والله برافو عليك. فلاقيه الاراده والعزيمه تعمل اي حاجه. طبعا ما شاء الله. ما شاء الله عليك. ده انا ما بعرفش افتحها بايدي. لا انا ايوه. فاكر فيلم بيومي يا فندي؟ بتاع يوسف وهبي. أيوه. هو كان بيصلح الساعات وغاوي الساعات. بالك كام سنه بقى عم راجب بتصلح الساعات دي؟ انا اشتغلت في الساعات من وانا عندي 14 سنه او 13 سنه. أنا سن الوقت 41 سنة. ما شاء الله. ما شاء الله. ربنا يديك الصحة. طب وإزاي بتفك يعني المسمار لو يعني لو قلاووظ بيتفك إزاي؟ بفكه عادي. بفكه بالمفك. لو في مسمار بتحكم فيه كده. ياه. سبحان الله. ده بص صوابعي ده صوابع عادي. عادي. وممكن بفضل بقى طبعًا فكيت المكنة. المكنة فيها خمس ست تروس. وتخته تحت وتخته فوق اللي هم ماسكين التروس الشاسيه بتاع المكنه. بتفضل رجلي متثبته كده ممكن بالنص ساعه وشغال بقفل في الساعه و سوري. ما شاء الله نظرك كويس ما بتلبسش نظاره يعني ولا حاجه؟ هو بفضل الله ومن انا كان عندي قصر نظر فكنت لابس نظاره نظر.
ما مهنه ال فكنت شغال بنظاره النظر كويس، كنت بشوف من على بعد، ما كنتش بشوف كويس، من على قرب كنت بشوف كويس بالنظاره. فجيت اما العمليات اللي هي الليزك دي عملت العمليه، عملت الدكتور ربنا يكرمه عملها لي بخفض لي السعر وكده، عملتها ففضل الله بقى النظر معايا تمام. حتى في السواقه كنت طبعا اجي اتوضى ما اجي اصلي النضاره تقع بتاع، فكانت بتضايقني. فما عملت العمليه دي الدنيا اتظبطت. لكن انت من بعيد كده بتشوف المسمار الصغير اللي في الساعه ده عادي الحمد لله. حتى لو على نور ضعيف، لان من الاستمرار ومن الممارسه مكان كل حاجه في الساعه بعرفها فين، حفظت خلاص، حفظت كل حاجه فين. يعني ببقى بتكلم مع الزبون او حد وشغال في اله دقيقه عادي، ما فيش اي. والمكان بتاع الساعات كله بيبقى زي بعض من جوه؟ لا، السويسري يختلف والياباني يختلف والصيني يختلف. كل حاجه لها نمط في ونظام في تركيب الميكانيكا بتاعتها بتاع المكنه او كده. يعني لا تقدم ثانيه ولا تاخر ثانيه. فاكر الفيلم ده؟ بعد اذنك يا استاذ امير، هسأل سؤال. طبعا يا استاذ. يعني المهاره ما شاء الله في رجليك دي ما استغلتهاش في الكوره؟ كنت الكوره كنت بلعب باكات وانا صغير. كنت ببقى واقف عند الجول، طبعا الباكات بيبقى واقف قدام الجول، اشوط الكوره توصل للمرمى الثاني. طيب. وكنا طبعا واحنا اطفال طبعا كنا بننشل بالطوبه على حاجات كده، كان النشال بتاعي ما يخيبش برجلي. ده برجلك؟ لو محمد صلاح سمع الحكايه دي هيلعب برجله بعد كده. اي يعني اي لعبه واحنا اطفال كنت بلعبها معاهم عادي. ما شاء الله، ربنا يكرمك عم رجب، وانبسطنا جدا ان احنا شفناك. الله يخليك. ونورتنا. الله يخليك. وتعالى نسمع بقى اغنيه حلوه كده مع عم رجب، ايه رايك نسمع يلا سمراني؟ ماشي يا فندم. يلا بينا. ماشي. يلا سمر. كحلة عيوني
ايه موضوع السبح معاكي بقى؟ تتفائلي بيها مثلا؟ قوي. ده انا لو نسيتها، بس انا الحمد لله عمري ما بنساها. بس لو نسيتها احس ان هيجرى لي حاجه. وهي نفس السبحه اللي عندك كذا سبحه؟ هي دايما السبحه الحمراء. كانت في واحده بس اتقطعت، فجبت دي بديله يعني. وده في الوحش بقى طبعا. عندك معايا 20 سنه 25 سنه. ياه. السبحه قعدت 25 سنه؟ وموجوده لغايه دلوقتي. لضمتها تاني. تاني. بس انا اصل انا ايه ماسكاها من سنه ما عملت اول بطوله ليا في الفيديو. كان مسلسل اسمه لا. مسلسل لا مع يحيى الفخراني. وقصه مصطفى امين واخراج الاستاذ يحيى العالمي الله يرحمه. فالمسلسل نجح قوي. فانا كنت بمسك السبحه دايما في البيت. فمن بعدين قلت انا ايه اللي يحصل يعني لو انا خرجت بيها؟ ابتديت اخدها معايا وانا في العربيه في الطريق لغايه الاستوديو، ابتديت اسبح وانا في الاستوديو. فحسيت ان انا بحس فعلا الا بذكر الله تطمئن القلوب. حسيت بالجمله دي قوي. فقلت طب وانا ايه اللي يضايق الناس؟ كان في طبعا ناس بيتريقوا عليا، وفي نقاد يكتبوا قاعده ماسكه لنا السبحه. قال يعني سبت اللي يتكلم يتكلم، دي حاجه بيني وبين ربنا. صح. وانا ببقى مطمنه. وانا ماسكه يعني يعني ممكن احنا في فاصل دلوقتي او بنسمع اغنيه تلاقيني في اسم كده جه على بالي من اسماء الله، الاقيني بذكره برتاح. ده يضايق الناس في ايه؟ فمن ساعتها بقى ليا ورد. فبقيت مره في مره ابقى لسه ما خلصتش الورد وداخله على الاستوديو، فاروح داخله الاستوديو بيها اكمل ما بين المشاه. فخلاص اتعودت عليها بقى. فبقيت انت براحتك، انت تعملي انت عايزاه. محدش ليك عندك شيء جميل يعني، محدش ليك عندك حاجه، ما تضرش حد. طبعا جايب لها واحده غاليه قوي لسه ما اديتهالهاش بقى. اجيبها لي هديه ان شاء الله. ده انا بحب في عيد ميلادك اللي جاي. بعشق السبح. وكل اصحابي عارفين ان انا بحب السبح، فكل حد يحب يعني يبسطني يجيب لي سبح. هحاسبك عليها بعدين. انا غاليه شويه. عندي سبح كتير قوي. بس تلاقيني بحب. لا انا بعد ما نخلص بقى الساره دي انا هفرجك على شويه سبح. بس انا برضو انا مدمن سبح والله. بس هفرجك على حاجات هتتبسطي قوي بقى يا شيخ. انا هجيب لك سبحه. طبعا هتديني حاجه. لا مش منهم، هجيب لك واحده احلى منهم. لا بلاش هجيب لك دي، هاخد مؤقتا لحد ما تجيب لي. موجود رهن. تاخديها مني رهن. مش هتسيبك. مش هتسيبني خلاص. يا ريتني ما قلت، يا ريتني ما قلت، كنت جبت لها على طول. قربت نفسك. عارف يا استاذ سمير، لما الواحد بيتفرج على التلفزيون، انا عن نفسي مثلا لما بقعد اتفرج، لما اتفرج عليكم طبعا يعني، بقول هي الناس دي ازاي كانت ازاي بتخرج، ازاي بتتبسط، ازاي شله زي دي ممكن تبقى اصحاب مع بعض. يعني لما تيجي تشوف استاذ سمير غانم، استاذ عادل امام، استاذ رشدي اباظه، يعني في كذا جيل كده، جه فتره اشتغلتوا مع بعض. طبعا كان سعيد صالح الله يرحمه. سعيد صالح الله يرحمه. بحبهم قوي. استاذ جورج سيدهم، الضيف احمد. يعني في حاجه، كم رهيب من النجوم. الواحد بيتخيل نفسه لو كان في الجيل ده كان ممكن يبقى عامل ازاي. فنسال انت شلتك مثلا كانت عباره عن مين الفتره دي؟ لا هو انا اصلا انا كنت جامعه اسكندريه. جورج كان جورج في عين شمس. ده قبل الشرطه يعني؟ ده قبل الشرطه. لا ده بعد الشرطه. بعد الشرطه. بعد الشرطه. انت اتخرجت من كليه الشرطه؟ لا ما اتخرجت. خرجت. اتخرجت. هم خرجوني. سنتين وطلعت. الوالد كان شرطه الله يرحمه، ف بصيت لقيت نفسي جوه الكليه كده وانا مش واخد بالي. ما حبيتش طبعا. اوتوماتيك. مش ما حبيتش، لا حبيت، بس كان نظام الحقوق ده صعب قوي. يعني ما احبش انا دروس الحقوق الصم دي وبتاع. يعني دروس الشرطه سهله لذيذه، رياضه وحاجات كده، حاجات بسيطه. انما الحقوق دي يعني نجحت وفرقت معايا علم. علم واحد لو كنت نجحت فيه كنت رحت سنه تانية اتنقلت بعلمين، كان مستقبلي بقى حاجه تانية خالص. انما سقطت في العلم ده. طب الحمد لله انت سقطت. الحمد لله. يعني هي كده. ودفعتي معظمهم يعني. مين بقى ساعتها كان شلتك بعد في الفتره دي في الكليه؟ لا في فتره النجوميه بقى دي. النجوميه بقى، لا النجوميه كان كلهم يعني. اوائل اسكندريه كان احنا كنا مع بعض زراعه، محمود عبد العزيز الله يرحمه. جميل. معايا زراعه، محمد فاضل المخرج معايا زراعه،
كان في واحد عادل نصيب ده عايش في امريكا دكتور دلوقتي، ده اللي عمل سكتش اسمه دكتور الحقني. كنت انت صغير بقى في يعني او ما اتولدتش. دكتور الحقني ممكن هاي ما اتولدتش. لا طبعا يعني، بس سمعت عن دكتور الحقني. ده كان سكتش قلب الدنيا. دكتور الحقني ده كان هو عادل نصيب ده ومحمود وكانت مدام سميرة عبد العزيز في جامعة اسكندرية، قالت لي انها كانت في كلية الاداب. سيد حلم عبد الكريم الممثل الله يرحمه، دكتور سيد عبد الكريم. ده كان استاذ انا بقى في زراعة الزقازيق. وبعدين كان نور الدمرداش هو اللي ماسك الفرقة في اسكندرية. يعني كان هو اللي بيجي يمرن الفرقة. تعرف انا مثلا ايه، كنت منوعات، ماسك المنوعات في كليتي، ماليش دعوه بالتمثيل بقى والعماق دي والحاجات، لا انا الفرايتي سكتشات وحاجات كده. فكان المفروض ايه، ان سافر اسبوع شباب الجامعات، ما بيتعملش دلوقتي اسبوع شباب الجامعات. كان جميل، بيبقى مهرجان يجنن. كان المفروض في سوريا، انا نفسي اسافر سوريا. مين كان ماسك الشغل عندنا؟ الاستاذ نور الدمرداش الله يرحمه، هو اللي كان ماسك جامعه اسكندريه. وحيد سيف الله يرحمه، فكان عامل مسرحيه بقى، فكان لازم انا اعمل اي دور عشان اسافر مع فريق التمثيل. فكنت بقول جمله في روايه، بس جمله في روايه باللغه العربيه، سيدي أهيئ لك الحصان الاسمر. بس أهيئ هي دي اللي وديتني صعبه قوي. سافرت والله سافرت سوريا وفرحان. وسوريا وقتها كانت عز جمال سوريا، طول عمرها جميله سوريا. بس ايه بقى، كنا شباب بقى هناك بقى، وتاكل التوت عصير التوت وانت ماشي، كانت حاجه. فطلعت في المسرحيه بس داخل كان سيدي ونازل احفظ فيها طول السكه. دخلت في المسابقه بقى، قلت سيدي الحصان. باظت الروايه. والله ما سافرتش سوريا. لا سافرت، كنت هناك بوصلها له بوصل الروايه ورجعت. بس فساعتها بقى علاقتي بالاستاذ نور الدمرداش حبيب قلبي الله يرحمه، كان جميل يعني الله يرحمه. فهو اللي كان طلع الشله دي كلها، الجروب ده كله. جاء جورج بقى وبقينا مع بعض وعملنا الثلاثي، وبدا التلفزيون. دخلنا يعني تاريخ طويل بقى. حبيبي ربنا يديك الصحه. ربنا يخليك. طبعا عادتكم ما يتشبعش منها، وانا مبسوط ان انا قعدت معاكم النهارده. احنا سعداء بيك جدا، واتمنى اجي لكم بقى مره ثانيه ونقعد بقى، لان انا بحبكم. ربنا يحب بناتكم بجوازاتهم بالعيله كلها، واحنا كلنا بنحبك. ربنا يخليكي ونورتوني. الله يخليك. تعالي نسمع بقى من حب زيك يا جورج. الله وعيون تندى وتحاور وتسلم ويا الناس ما
سلم.